خالد القرني داتا ساينتست مهتم بمجال البيانات. رشا العمودي انا ديزاينر ومحاضره في جده للاعلان. انا رغد المري سمعت عن الارتثون عن طريق تويتر متحمسه جدا للمشاركه لاني كنت مهتمه بالاي اي. تعرفت على الاخت رشا ارتست مهتمه جدا بمجال الرسم ومجال الميديا. جاتني الفكره وبدأت ادور على احد ممكن ينفذها عن طريقه البرمجه وقابلت خالد وعجبته الفكره وتحمس وخلاص قررنا نسويها وبعدين وصلنا مع الاخت رغد وكملنا مع بعض وقاعدين بنشتغل على المشروع. باذن الله بنقدر نقدم تقدر يعني رسمه فنيه جميله. انا من جده والتيم حقي من الرياض فكلنا كل واحد عنده افكار مختلفه. هذه التجربه بتكون ثريه. نهايه التجربه اكيد بكون تعرفت على ناس مهتمين في المجال اللي انا مهتمه فيه. مو مهم عندي القدر المادي قد المعنوي والفعاليه نفسها والكولابوريشن والتشالنج اللي ام هافين، فهذا بالنسبه لي الاهم صراحه.